نأتي لأخبار نادينا العظيم، نادي الزمالك، أجمل نادي في الكون وأعظم نادي في الكون، يعني قول زي ما أنت عايز تقول. اليوم احتفل النجم الكبير محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك بعيد ميلاد ابنه آدم. كل سنة وأنت طيب يا آدم يا شيكابالا، ربنا يدينا العمر لحد ما نشوفك خليفة فعلا لأبوك في الملعب. كابتن شيكابالا نشر صورة لابنه عبر انستغرام، صورة مع ابنه يعني، وعلق عيد ميلاد سعيد يا كل شيء بالنسبة ليا، ربنا يخليه لك ويحفظه لك. الحمد لله انتهت اليوم عقوبة شيكابالا بانتهاء مباراة الزمالك مع غزل المحلة، وهنشوفه في الماتشات الجاية وستعود الكرة الجميلة لنادي الزمالك. بالنسبة لماتش الكرة طبعا احنا اتكلمنا عليه كتير في البث، لو حد عايز يتكلم حاجة يقول لي نتكلم شوية على الكرة وانا تحت امره. سلامات يا أحداد. نجم الزمالك السابق حميد أحداد لاعب الرجاء المغربي الحالي أصيب بفيروس كورونا، مش عارف ليه أغلب اللعيبة بعد ما رجعوا من ماتش الأهلي، ثلاث أربع لعيبة كده في فريق الرجاء المغربي جاي لهم كورونا، يعني ربنا يستر على لعيبة الأهلي كمان، يعني يقول يتعمل لهم مساحات، يعني دي فيها كلام، يعني فيها كلام كتير. تقارير صحفية جاية من المغرب بتقول إن حميد أحداد معلم الزمالك السابق أصيب بفيروس كورونا بعد المسحة الطبية التي خضع لها الفريق عقب عودته إلى المغرب. الفريق خسر بشرف لقب كأس السوبر الإفريقي بعد تعادله مع الأهلي 1-1 ثم انهزم بضربات الترجيح. في موقع البطولة المغربي قال المسحة الطبية التي خضع لها حميد أحداد مهاجم الرجاء جاءت إيجابية لارتفاع عدد إصابات الفريق بكورونا 3 حالات منهم محسن متولي ومحمد الناهيري. السلطات المغربية عملت حجر صحي لبعثة الرجاء بعد عودتها من قطر وعادتهم لمدة أسبوع في الحجر الصحي، وأثناء وجودهم ابتدت تكتشف الحالات. النهاردة شفنا في مباراة الزمالك وغزل المحلة المباراة اللي انتهت برباعية جميلة وتكلمنا كتير عنها في البث وصوتنا راح من الفرحة وحلاوة الأهداف، وكان معنا المعلق الكبير الأستاذ محمد فضل. أستاذ محمد أستاذ محمود عبد القادر الحمد لله على السلامة، وحشنا كتير. أستاذ صبري فؤاد أهلا بيك يا بطل، وحشنا كتير، أهلا بيك وكل الناس الجميلة اللي انضمت لنا مؤخرا. يا ريت اللي يشارك يعمل لايكات ويعمل له مشاركتين ثلاثة كده هيكونوا حلوين. النهاردة شاهدنا المباراة وكلنا فرحنا بالفوز وساعدنا ورقصنا وغنينا، ولعبت الزمالك الجامدين صعقوا الفلاحين بفوز ولا أروع بعد ما كان فريق الفلاحين نازل وفاكر انه ممكن يعمل معاجة مع الزمالك وزمالك البطولة. المباراة دي استكمال لفوز الزمالك وأداءه الراقي في الفترة الأخيرة، ولكن لنا ملحوظتين. انتوا عارفين ان احنا ما بنسيبش حاجة كده تعدي والسلام. اول حاجة مشاركة ابو جبل، مشاركة ابو جبل دي خطوة مهمة جدا جدا، كان بيرفضها كارتيرون. كارتيرون كان عايز طول الوقت ان عواد يلعب حتى لحد يعني الصبح، مصمم، ولكن بامانة والحق يقال ان الجهاز الفني المعاون ضغط عليه بشدة من اجل الدفع بابو جبل، وقال له لو ابو جبل ما لعبش مش هيشارك مع المنتخب، وحرام عليك تضيع عليه فرصة زي دي. هو كان مصمم على عواد لحد قبل الماتش بفترة بسيطة، ولكن نجح الجهاز الفني المعاون في الضغط عليه والدفع بابو جبل في هذه المباراة، وفعلا شارك ابو جبل، وفعلا ابو جبل كان ليه احد نجوم المباراة، وان شاء الله يكون اساسي في بطولة افريقيا لان هذا ما يستحق بالفعل. دي الملاحظة الأولية. الملاحظة الثانية إن احنا شاهدنا أمير القلوب أمير مرتضى منصور بينزل أرض الملعب وبيحضر مع الفريق المباراة، خطوة ولا أروع، خطوة جميلة جدا كنا مستنيينها من شهر ونص حاجة زي كده.
قلت شهر ونص، المستشار مرتضى راجع بقى له قد ايه؟ مش فاكر، دخلنا في شهر بيتهيألي دخلنا في شهرين صح؟ بيتهيألي دخلنا في شهرين، يعني خطوة رائعة جدا 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 إن أمير يرجع ويستلم شهر، شهر ولا اتنين، الأيام ما بقاش فيها بركة. طب أنتوا قولوا شهر ولا شهرين؟ أنا أعتقد شهرين، أعتقد شهرين، مش القضية 24/10. هو المهم دلوقتي إن أبو جبل إن شاء الله يسافر مع المنتخب ويلعب أساسي، لأن شكل الشناوي شهرين بتتمموا الكلام، برافو الصبر فؤاد، شهرين، شهران ويوم، أستاذ جولة تقول ده شهران ويوم، أستاذ وليد شهر، مش عارف أستاذ وليد وأستاذ حمام ماسكين على شهر ليه؟ على كل حال لو يوم، احنا من اول يوم كنا بنطالب، وكان قناه الجريء لها دور في المطالبه، ان قالوا احنا مش عايزين قرارات من مجلس اداره، عايزين امير يرجع مدير الكوره. وزعلنا قوي ان امير قعد في المدرجات، وزعلنا ان ما كانش ليه دور، ولكن واضح ان الامور تمشي الى نصابها الصحيح، وها هو هناك جهاز فني مساعد، وها هو ولله الحمد هناك امير مرتضى منصور مدير للكوره موجود. بس دي مش ملاحظتنا، ملاحظتنا هو مش امير، راح الامارات وكان طالع من الامارات على البرتغال علشان يخلص المشاكل بتاعت الفيفا، رجع امير. احنا انتوا عارفين ان احنا بنثق في امير وبنثق في كلامه، فاحنا ننتظر من امير مرتضى منصور خلال الساعات القادمه يطلع يقول لنا عمل ايه في الموضوع. مش مهم ان هو سافر البرتغال، احنا متاكدين ان الموضوع صعب، واحنا قلناه في قناه الجريء من فتره، وكان المستشار مرتضى طلع وقال ان هم مسافرين ووفد قانوني، فاكرين انتوا الفيديو بتاع المستشار لما قال وفد قانوني طلع على البرتغال وهيخلص، وانه تخلص ايه يا عم، ما تعملها على زوم وتخلص، والمواضيع بتخلص دلوقتي بزوم وبتخلص بالاتصالات التليفونيه والحاجات دي. والناس ضحكت علينا، بس في الاخر كلام قناه الجريء هو اللي طلع صح. فاحنا هننتظر في خلال الساعات القادمه من امير مرتضى منصور يطمنا ماذا تم في هذا الملف الخطير جدا 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 جدا. احنا بقى مش عندنا مهمه معسكر الامارات، عشان المواقع والبتاع عمالين يقول لك هو راح يظبط معسكر الامارات، هو راح يجدد الاقامه حسب كلام والده. مستشار مرتضى منصور اخر فيديو ليه قال ان امير بيظبط الاقامه. النقطه الثانيه وهي الاهم هي موضوع محمد ابراهيم والتاني ده مهم جدا 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 جدا. فاحنا بنثق في امير مرتضى منصور جدا جدا جدا، يعني اكيد امير في خلال 24 48 ساعه يا هيبعت لنا تطمينات، يا هيقول في احد في الموقع الرسمي في اي حته يقول لنا تطمينات احنا حول هذا الموضوع، وليه ما سافرش البرتغال، وايه اللي تم واللي حصل، لان جمهور الزمالك حساس وجمهور الزمالك واعي وفاهم وما بتعديش عليه حاجه. فدول اللقطتين اللي ناخدهم من الماتش، بجانب ان احنا نقول مبروك، الف مبروك، مليون مبروك. زي ما قلت لكم الزمالك قرر اليوم تعيين كابتن مدحت عبد الهادي متحدث للفريق الاول لكره القدم في نادي الزمالك، ودي خطوه رائعه جدا جدا جدا، بالرغم من اني مش متفق معاه. قبل ما تتضايق وتتنرفز وتخبط رجليك في الحيط قول لي ما بتتفقش ليه وانا اقول لك ليه. اقول لك ان امير هو افضل متحدث باسم فريق الكوره. كابتن مدحت عبد الهادي ممكن يغلط، عنده واحد صاحبه صحفي اعلامي قريب منه، حد كده ممكن يطلع الاسرار، وكلنا عارفين ان كابتن مدحت وحافظينه كويس. اما امير مرتضى منصور بيمسك لسانه وبيربط عليه 100 لجام. امير شاطر في الحته دي قوي. انا ما اعرفش هو ابن مرتضى منصور ازاي، الاب بيموت في المايك والشو وهو ما بيحبش الشو خالص. فبالرغم من سعادتي جدا 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 بان هناك متحدث رسمي باسم فريق الكره، يا رب ما تكونش دي صفقات يعني تمت، يبقى هنا متحدث وهنا مش عارف ايه، يعني مش عايز اروح للتفكير ده. انما كنت اتمنى ان يكون المتحدث الرسمي باسم فريق الكره هو امير مرتضى منصور مش مدحت عبد الهادي. خلي مدحت عبد الهادي يركز شويه في الفنيات، يبقى له دور مع كارترون
وواضح ان مدحت ليه دور والدنيا اتغيرت بعد وجوده. فانت بتشغله ليه بقى كل شويه؟ انت عارفين متحدث رسمي يعني كل وسائل الاعلام بتتصل بيه في اي وقت، بتتصل بيه في اي وقت. دي حاجه لما كنت بشتغل في القاهره او بشتغل في دول عربيه، اي المتحدث الرسمي لازم فتح معاه لينك، والا لو ما عرفش لينك بقى الواحد بيقلب الدنيا. طالما هو متحدث رسمي او مسؤول من الاداره ان هو طلع تصريحات لازم على طول، حتى لما يكون في جديد لازم يبعت للكل مع بعض. فاحنا هنشغل مدحت عبد الهادي في الموضوع ده ولا نخليه يركز في الفنيات؟ اعتقد يعني القرار لما طلع كده ايه بدون دراسه. فاحنا دورنا قناه الجريء، قناه الحقيقه، قناه عشق الزمالك، القناه اللي بينضم ليها المثقفين فقط لا غير، ان احنا نقول للاداره عدلي. حلو قوي 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 ان يبقى في متحدث رسمي، ولكن ده شغل امير، علشان امير هو الناجح جدا جدا. اما مدحت ركز في فنيات، اشتغل مع كارترون، ربنا يوفقكم. عندنا حاجات مهمه جدا الفتره الجايه، كاس مصر، بطوله كاس الاتحاد، الدوري، افريقيا، دنيا، هيصه، ليله، حاجات كتير محتاجين ان احنا نركز فيها يا غليم. اما مين بقى صديقي اللي انا بقول له عقبالك يا صاحبي؟ مين بقى؟ ما هو ما طلعش مدحت عبد الهادي ولا تطلع على امير، مين اللي هو اللي بقول له عقبالك يا صاحبي؟ وصاحبي ده مسؤول في الاداره، عشان ما حدش يقول لي عفيفه ومش عفيفه الكلام اللي ما ياكلش معانا. برافو عليك يا استاذ جودة، نفس الكلام اللي انا بقوله، احنا متفقين في نفس المبدا. مين اللي بقول له عقبالك يا صاحبي؟ اشهر واحد هيقول بسرعه برافو استاذ محمد فاضل. احنا دورنا قناه الجريء، الكلام ده ما تسمعوش في اي حته غير تسمعوه بعدينا بالليل او تاني يوم الصبح، بيحاولوا يقلدونا الاخ مش عارف اسمه ايه، المهندس مش عارف ايه اللي بيطلع تاني يوم اللي بيقلدنا بالظبط، بيحاولوا يقلدونا، بس مش نفس التحليل. احنا تحليل بحكم الخبره، اشتغلنا لعبنا كوره، اشتغلنا خبرات، يعني الخبره بتلعب دور والدراسات الاعلاميه بتلعب دور. فاحنا لما بنحلل حاجه زي كده ممكن تكون عدت على الاداره، ممكن تكون عدت على الجهاز الفني، ممكن تكون عدت على كل الاعلاميين، بس لما قناه الجريء بتتكلم بتقول الصح. استاذ وفاء قال الصح. احنا بقى اللي عايزين لا بعد الانتخابات ولا قبل الانتخابات، عايزين كل حاجه نحطها في نطاقها الصحيح. امير احسن واحد يبقى مدير كوره او مشرف عام الكوره، يبقى امير احسن واحد. امير احسن واحد متحدث رسمي، يبقى امير احسن واحد. قلب الاسد ولا مدحت عبد الهادي مدرب عام، يبقى مدرب عام. مين بيقول له عقبالك يا صاحبي؟ ومين صاحبي؟ هو ابو جعاره صاحبي يا استاذ انتصار؟ انت بتشتميني؟ ده ابو جعاره بيبعت لنا لجان. يمكن الراجل الارهابي اللي من اسرائيل يطلع تبعه ولا حاجه، ما هم شبه بعض. على كل حال، مين صاحبي؟ صاحبي هو الاستاذ مرتضى منصور اللي احنا بنحبه ونقف جنبه وهتمنى نقف جنبه، ولو اتظلم في خلال ايام هنقف تاني جنبه، ولو مشي هنقول له ده صح وده غلط. يا صاحبي يا مستشار مرتضى، بلاش اقول له يا صاحبي، يا استاذي، يا رئيسي، يا رمز الزمالك، يا كل حاجه حلوه، يا اغلى حاجه في حياتنا، يا فل، يا ياسمين، امتى هتعين متحدث رسمي لمجلس الاداره؟ لا استاذه وفاء قالت قبلك، ما تحرنقيش يا استاذ عزيز، انا شايف استاذه وفاء قالت قبلك. بهزر طبعا، كلكم زي بعض. يا معالي المستشار مرتضى منصور، كان اولى بك ان تعين متحدث رسمي لمجلس الاداره. ومش لازم المتحدث ده يكون صديقك، صاحبك، اعلامي، اعلامي اشتغل معاك، اعلامي ما اشتغلش معاك. واحد من المجلس. اسماعيل يوسف، احمد ابنك، المستشار احمد جلال، اسمه ايه؟ انور، بس انور ده عنده هو كمان مشكله التصريحات الصحفيه والتصريحات، عنده اسهال في الكلام، فكرني بابراهيم عبد الله. اسمه ايه يا انور؟ اللي كان اداري الفريق او مدير اداري الفريق، عنده اسهال في التصريحات وكمان بيتدخل في الفنيات. ده بلاشه، ده يعمل لنا كارثه مش ناقصين. واحد كده اعلامي محترم من غير ما نقول اسماء، واتمنى لحضراتكم ما تقولوش اسماء، يكون عايش في مصر. حماده انور ده طلع قلعان من ابراهيم بق،
بلغت تصريحات، وبقى طول الوقت عمال ايه يتكلم فنيا عن كيروش، ويتكلم فنيا عن مدرب الزمالك، وبيتكلم فنيا عن مدرب اليد، وبيتكلم كل ما افتح بتاعه لحد النهارده. يمكن كنت رايح ارمي الزباله في علبه الزباله قدام البيت، طلع لي من صفحه الزباله تصريح لحماد انور. ايه يا عم حماده، احنا خلصنا من ابراهيم بقه، طلع لنا انت؟ مع كل الاحترام والتقدير يعني، في ايه؟ ما تروح تشتغل مدير كوره، ما تقعدهم كلهم في البيت وتعمل فني. يا ساتر يا رب على الناس دي، بيتكلم في كل حته، في كل حته. اصل انا اقدر اعرف حضرتك ممكن مثلا تتابع حاجه واحده بس، انا بحكم الشغل كل حاجه بتجيلي فظيعه، افظع من ابراهيم عبد الله بصراحه، مع انه ممكن يكون بيتكلم كويس، ممكن بس يتظبط. يعني يا ريت المستشار مرتضى منصور ياخد منه، ده التاني مش من غير مايك، ده التاني نصبته نصيبه. فيا اخ حمد انور، كرم الله وجهك وربنا يكتبها لك حج وعمره مع بعض. سيب حكايه التصريحات دي، وسيبك من حكايه الفنيات، لان حضرتك يعني ما مش فاكرين ان حضرتك يعني كنت لاعب ولا مدرب كبير، حضرتك كنت اداري. وفي غفله من الزمن المستشار حب يطلع ناس بدل الناس اللي فصلهم فطلعك، فما تعيش الدور وما تتكلمش عن فنيات حضرتك مش فاهم فيها. احسن لو اتكلمنا عن فنيات. استاذه جمال هيكل، انا طلبت من حضراتكم ما حدش يكتب اسماء، مش عايز انا حكايه ضرب الاسماء دي، عشان ايه؟ في ناس بعد كده بتكلمني وبتزعل مني، انت ليه ما قلتش اسمي؟ طب ليه فلان قال اسمه فلان؟ انا لو عايز اقول هقول 100 مليون اسم مشرفين لنادي الزمالك شرف، بس انا برضو مش عايز حته اي حد اعلامي يبقى متحدث رسمي، ومين صاحبك ومين حبيبك عينه ومين عدوك ما تعينوش، يعني كلام فاضي. صبح عبد السلام بكره هترشح في مجلس الاداره يعني يا استاذ جمال، عشان حضرتك ممكن ما تعرفش التفاصيل، انا اعرف اكتر. فمش لازم نضرب الناس في بعضها، كفايه الناس اللي جايه لنا من بره بتوقع من الزملكاوي بعض. فنتمنى من اكتبوا لي الله فوق الجميع عشان اطمن ان حضراتكم معايا. نتمنى اولا وقف حماده انور عن التصريحات، ثانيا يتم تعيين متحدث رسمي باسم اداره الزمالك. اي شخص كده محترم بيتكلم كويس يتعلم بس، وده هيخلصنا من مشاكل كتير. نكمل مع بعض. منوره يا استاذ نور، استاذ توفيق جابر، ماما نجات، الناس الحلوه اللي معانا دي، استاذ رضا محمد اهلا بيك، استاذ صبري، استاذ سلوى، انا برحب بالناس اللي ما شفتهمش قبل كده، معلش ما شفتهمش على التكست، استاذ حامد، استاذ خالد الزملكاوي فينك يا بطل، استاذه ماجده، استاذ ريم، الباقي بقى انا اصدقاء. استاذ نوال نونا، استاذ محمد فاضل لسه مزعلك يا استاذ نوال؟ استاذ نوال لو استاذ محمد فاضل لسه مزعلك قولي لي. استاذ جمال هيكل الدين، استاذ فتحي منورين يا غاليين، اهلا بيكم، وهنتكلم كلام مهم جدا مع بعض بعد قليل جدا جدا جدا. والاستاذه دعاء زموره طبعا الحلويات بتاعتنا كلها. بالك اللي في بالي، عرفت مين اللي في بالي بقى؟ اللي في بالي المستشار مرتضى منصور، ان هو لو عين استاذ ابراهيم عشماوي اهلا بيك، اهلا حبيب قلبي، منور منور يا غالي. انا قلت لكم اللي رحبت بيهم قبل كده ما قلتش، استاذ عادل المتولي، استاذ سعد طبعا، سعد يحيى سعد، استاذه كاميليا، استاذه دينا، استاذ عربي سلطان، استاذ ناديه كمال، يعني الناس الحلوه كلها معانا النهارده. استاذ حماده، استاذ حماده المصري اسمك حلو، استاذ محمد فاضل مزعل، استاذه الغاليه حاول تصلحها بقى. ما اعرفش بقى المستشار مرتضى منصور يشوف مين ينفع ويكون راكز وهادي ومثقف، واصل المتحدث الرسمي مش هيفتي يعني، هم المجلس الاداره بيقولوا اطلع قول الكلمتين دول، يروح على الجهاز الفني يقول لهم اقول ده ولا لا، يسال يعني، بيبقى متحدث رسمي بيجي له الكلام هو يقوله، مش لازم يفتي يعني. طبعا فاهمين قصه المتحدث الرسمي غلط في بلادنا، ولكن يلا خلينا نقول ونقول ونقول. استاذ محمود رجب منور يا اغلى العاليين، استاذ عزيزه رمضان عامله زي القمر اللي بينور لنا الظلام، استاذ سميره شكرا استاذ سميره، وشكرتك على
الرسالة اللي حضرتك، التعليق اللي حضرتك حطيتيه، ربنا يخليك. أم هيثم ربنا يخليك أم هيثم، ودعواتك لينا. نيجي لقصة اليافطات اللي ملأت نادي الزمالك وفيها مشكلة كبيرة اليومين دول. فيها مشكلة كبيرة جدا اليومين دول. أولا بالنسبة ليافطة محمد صلاح، في كلام اتقال امبارح وسمعناه إن هيبقى في مشكلة على نادي الزمالك، ربما تصل إلى عقوبة مالية بسبب إن هم استخدموا اسم محمد صلاح، واسم محمد صلاح دلوقتي أصبح ماركة عالمية. اللي بيقول الكلام ده خبير اللوائح أستاذ محمد بيومي، برضو إحنا مالناش دعوة الكلام ده صح ولا غلط. هو ضرب مثل بواقعة الأتوبيس، لما كان أتوبيس المنتخب وحطوا فيه صورة بتاعت محمد صلاح أو على طيارة المنتخب، حاجة زي كده، الطيارة بتاعت المنتخب، وحصل مشكلة كبيرة لأن في شركة طبعا بتدير البيزنس بتاع محمد صلاح، ومحمد صلاح ما يقدرش يقول لهم لأ أو آه. الشغل الاحتراف الدولي ما فيهوش الكلام ده. فنادي الزمالك نادي كبير ونادي عظيم، ما ينفعش يحط اسم محمد صلاح على حديقة دون الرجوع لنجم منتخب مصر، خاصة وإن عقد الرعاية بتاعه ضخم، وفي حال ان محمد صلاح ما وافقش على وضع اسمه، الشركه الراعيه هترفع قضيه على الزمالك وتطلب تعويض مبلغ مالي ضخم. محمد صلاح ممكن يرفض او يحاول ان ما يأذيش نادي الزمالك، ولكن الشركه الراعيه هي اللي بتدير الموضوع عشان نتفهم، لانه لما حطوا صورته على الطياره او على الاتوبيس مش فاكر، الشركه الراعيه قلبت الدنيا، قلبت الدنيا. ومحمد صلاح كان ليه تويته شهيره وقتها قال لهم الناس اللي ما بتفهمش في البيزنس بتوقعنا في مشاكل. لا مش على ليفربول، هنحاول نفهم يا جماعه. محمد صلاح له شركه رعايه، هو ماضي معاهم عقد، اسمه وصوره والحوارات الصحفيه وبتاع، ماركه عالميه، اصبح ماركه عالميه. ما ينفعش حد يستخدمها بدون اذن الشركه، مش اذنه هو. يعني هو لما بيطلب في حوار صحفي، يمكن الاستاذ محمد فاضل عارف الموضوع ده، ان احدى الجهات في اوروبا طلبت مني ان اتواصل معاه من اجل حوار حاجه هتحصل مع بدايه العام الجديد، وبحكم ان انا مصري وهو مصري وفي علاقات وصداقات، مش عايز اقول تفاصيل كتيره يعني، وطلب مني ان انا ادخل التفاوض، فاتكلمنا وهزرنا وضحكنا وحتى دخلنا قناه الجريف في الموضوع. وبعدين قال لي اللينك اهو مع الشركة، خليهم، انا ما عنديش مانع يعني يتواصلوا مع الشركة والبزنس اشتغل بقى، احنا دورنا كحبايب مع بعض خلص والبزنس بيشتغل في الحالة دي. يعني ما ينفعش هو مثلا عشان بيحبني او يعرفني او يعرفني من ايام ما كان لاعب او اتقابلنا مرتين ثلاثة في اوروبا، يلا ابو محمد يلا حبيب قلبي عايزك تيجي عندي في البلد اللي انا فيها، طلعت في التلفزيون طالبينك كل عينيا، هركب الطيارة وجاي لك. ده كلام اسمه ناس نتيشه، لا بس بالود طبعا، لانه مواعيده كتير وحاجات كتير، بالود والحب بتمشي، بس لازم الاتصال ما بين التلفزيون اللي عايزه في هذه الشيء، مش هقول ايه طبعا حفاظا على المعلومات، والشركه. خلاص دور محمد صلاح ودوري منتهي هنا، نقطه ووصل. البيزنس هيشتغل او عايزينه قد ايه؟ ساعة ساعتين. هتيجي ولا هنروح؟ هنيجي هنروح. استاذ محمد فاضل كان معايا في التفاصيل دي، كان عايش معايا الموضوع يعني. هنيجي هنروح. خلص؟ طب عقودك، شيكاتك، دفعت مواعيدك، وبعد كده لما بتخلص كل الامور الاجرائية والقانونية، وناس كبيرة بتكتب العقود وناس كبيرة بتطلع المصاريف، بيجي الدور بقى هما بيقولوا له وهما بيقولوا لي، وبيبتدي يجهز كيف تتم وكيف بتتخذ الخطوات. فبرضه نفس الوضع، اذا كان، اكتبوا الله فوق الجميع عشان اطمن ان انتم سامعيني كويس. اذا كان اداره الزمالك عايزه تعمل حاجه زي كده، فكانت ممكن تخطره، هو هيقول تواصلوا مع الشركه او تتواصلوا مع الشركه على طول، كان ممكن يعني الموضوع يبقى سهل. انما دلوقتي اعتقد ان هيمر بظروف صعبه. ده مش كلامي، ده كلام ارض الواقع، وده كلام ناس كتير من ضمنهم الاستاذ محمد بيومي خبير اللوائح. والكلام ده ما يزعلش يا جماعه، الكلام ده ما يزعلش،
يعني عشان برضو الناس ما تاخدهاش وفيها ايه يعني ما بيحط اسم محمد ده احنا بنكرموه ده احنا مش عارف. لا بإهدوا إهدوا يا رجاله، الدنيا بتتاخد بالعقود وبالاتفاقات. احنا هجنا او مش احنا هجنا، مجلس اداره نادي الزمالك هاج علشان معسكر الامارات والقصيه، وقال لك العقود والفرشير دي بتخلف العقود والكلام ده في نفس الطريقه برضه. طيب نسيبنا من موضوع محمد صلاح، بس ارجو ان تكونوا فهمتوه، ويا ريت ان فهموا الفهم كويس، اللي ما فهموش يقول ما فهموش، عشان ايه في بعض الناس هتاخد الكلام دلوقتي بتخريف وتنقله بتخريف، ويقول لك قناه الجريء طالعه بتقول ان ما ينفعش تحط بتاع، خليكم في القطع بتاعكم. بس انتوا لما بتقولوا قناه الجريء او تقولوا اسم الجريء، في ناس محترمه بتسمع وبتروح تدور في اليوتيوب والفيسبوك ايه قناه الجريء دي اللي عامله لكم اكلان حرقان، وبيجوا لنا ويشرفونا وبيعرفوا ان احنا دايما بنقول كلمه الحق. النقطه الثانيه، انتشرت اليوم كلام في السوشيال ميديا ان تم اطلاق اسم طارق حامد على حديقه بالنادي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوره جديده من داخل نادي الزمالك تحمل اسم طارق حامد لاعب الفريق على احدى الحدائق بالنادي، وان مجلس الاداره بيقرر انتهاء طارق حامد. الحق يقال احنا كقناه الجريء مش متاكدين ان الصوره دي حقيقيه ولا لا، اعتقد انها فوتوشوب، ولكن الحق يقال احنا يعني حاولنا نتاكد من الناس جوه الزمالك قالوا ما شفناش. هل اتعملت بعد الظهر؟ هتعمل بتاع، لان يعني انا قبل الماتش يمكن بربع ساعه انا مخلص شغلي يعني، ولذلك احنا اتاخرنا الماتش اللي فات، اتاخرنا النهارده، وده غصبا عننا، انا بحاول اكون دايما مع الزملكاويه في اوقاتي مظبوط، فما لحقتش بصراحه. اللي سالتهم في نادي الزمالك قالوا ما شفناش. فخلينا ناخد اذا تمت واذا لم تتم. اذا تمت شيء كويس قوي قوي قوي، وبرافو مجلس اداره نادي الزمالك ان يقرر طارق حامد اولا في الظروف دي، لانه محتاج مسانده، وكمان ان هو بيقول للعيبه كلهم احنا بنكرمكم، بس طالما ابتدينا بطارق حامد خلينا ندخل على شيكابالا، ندخل ناس كتير بقى، جنش مش عارف مين، ناس كتير رموز في فريق الكوره. فاذا ما تمتش في ايه يا سوشيال ميديا؟ هي مش ناقصه وقيعه بين اللعيبه، لان الموضوع انتشر في الفيسبوك ونقلوا كتير، ناس كتير قوي في الفيسبوك، يمكن حضراتكم شفتوه. لو خدناه بمنظور السوشيال ميديا، يبقى السوشيال ميديا بتوقع ما بين طارق حامد وما بين شيكابالا وما بين الناس دي. ده حتى واحد علق في السوشيال ميديا بيتريق على الصوره، قال لك ايه؟ هو مرتضى منصور بيجدد للاعيبه باليفط بدل الفلوس؟ والله العظيم هذا حصل، اكيد حضراتكم شفتوها في تويتر، في تويتر على وجه الخصوص. علق وكتب هو مرتضى منصور بيجدد اللعيبه باليفط بدل الفلوس. فاللي لو الحاجه دي حقيقيه حلوه وكملوا، لو الحاجه دي مش حقيقيه يا سوشيال ميديا ما توقعيش. انتوا يعني اللي عملها كده ضرب في مرتضى منصور قبل ما يضرب في طارق حامد، ضرب في العلاقه اللي بين اللعيبه، وده الخطر من الفيسبوك بالذات. ليه يا جماعه احنا دايما بنقول له خلي بالكم من اشاعات الفيسبوك؟ الفيسبوك اي حد عنده علباقه فيسبوك فتلاقيهم عاملين كالناري كالهشيم، اي حد مش مثقف مش متعلم مش متربي بيضرب في الفيسبوك، بيضرب يلا يلا ما اضرب لي اشاعتين، يلا لما اطلع اقول لي كلمتين، يلا بيسمعني 10 12 واحد مش مشكله. اما اليوتيوب فشويه بيدخل لك الناس الارخى شويه، الناس اللي عنده مش باقه بقى عنده الانترنت وبتاع وكده. ما فالفيسبوك تحس ان الفيسبوك عامل زي ايه؟ المناطق العشوائيه، واليوتيوب عامل زي المناطق الراقيه، وده الفرق. فلا تستقوا معلومات من الفيسبوك، لا تستقوا معلومات ابدا من اي حد بيطلع على الفيسبوك. انت ايه؟ انت صفتك ايه؟ انت مين؟ انت حكايتك ايه؟ وبعدين اوزن، ما يطلعش واحد يقول لك النهارده مرتضى، امبارح واحد عمال يبعت لي يقول لي مرتضى قدم ترشيحه امبارح، ولا هو ولا انا هنا ولا اعرفه، كذاب. الحقيقه لما يتغلق باب الترشيح اقول له مرتضى ترشح، طول ما مرتضى ما ترشحش ما اقدرش اقول. هو ده الفرق يا جماعه، هو ده الفرق. الله فوق الجميع، وتحياتي لحضراتكم، ونكمل مع بعض. فبالنسبه ليافطه بتاعت طارق حامد، قناه الجريء بتعلن موقفها ان احنا لم نتاكد من صحه اليافطه،
وموقفنا واضح. اذا كان الموضوع ده كده خدوا بقى كل رموز فريق الكرة، خدوا كل رموز فريق الكرة. النقطة التانية، اذا ما كانت مش كده مجلس اداره نادي الزمالك يطلع من غير اسماء يا استاذ انتصار ونبي، يطلع وينفي هذا الكلام. لان بقول لكم تعليق في تويتر، روحوا بصوا على الموضوع اللي في تويتر، هتلاقي واحد معلق هو مرتضى بيجدد للعيبه باليوفر بدل الفلوس. طبعا تهريج وعيب وما ينفعش الكلام ده. النهارده اعلن الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ان ناديه انهى الاتفاق مع محمود شبانه مدافع الفريق الاول لكره القدم من نادي الزمالك بشان انضمامه للفريق خلال المركز الشتوي الحالي. الزمالك كان تعاقد مع محمود شبانه في الصيف اللي فات قادما من اسوان، لكنه لم يستطع قيده في قائمته بسبب الحرمان القيد من فترتين. محمود مصلحة قال انه اتفق مع مسؤول الزمالك بشان التعاقد مع شبانه. في كلام اشاعات طلع ان هو خده شراء، ولكن احنا بنقول لكم الحقيقه انه خده اعار. طيب الصوت تعب والله من كتر الكلام النهارده، ناخد بق شاي. نكمل مع بعض. اسماء مرشحي اليوم الرابع في انتخابات الزمالك. اليوم اغلق باب الترشيح لليوم الرابع في انتخابات الزمالك. والله يا استاذ عزيز الواحد تعبان، بقول لكم قبل الماتش بربع ساعه لسه بخلص. الناس فاكره ان احنا قاعدين على اليوتيوب طول النهار والكلام ده، والله ما بيفهموا اي حاجه. ده حبا في الزمالك مش قادرين يفهموا. المهم على كل حال، ربنا يخليك يا وليد. انتهى اليوم الرابع من تلقي طلبات المرشحين انتخابات نادي الزمالك. وتقولوا كم مرشح النهارده؟ تقولوا كم مرشح النهارده؟ اكتب على التكست. ربنا يخليك يا استاذ عزيز. نشرب ينسون. يا ريت كل الاخوه الموجودين يعملوا لايك، عشان ايه؟ من الاحترام المتبادل ان لما يكون حد بيتكلم نعمل لايك. استاذ عبد الوهاب السيد اهلا وسهلا بيك. للاسف 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 انتخابات الزمالك حاجه تضحك. اليوم مرشح واحد فقط هو هشام نصر ابراهيم، مش بتاع كرة اليد، لا ده واحد مرشح على مقعد العضوية. انا مش عارف هم واخدين الزمالك على ايه. طيب هندخل على مواضيع مهمة، بس فعلا محتاج اريح شوية لان الزور تقريبا اتجرح يعني. خلينا نسمع رسالة الاستاذة المحترمة الاستاذة دعاء زمورة وقصة حياة نجم وحكاية نجم، ويا رب عملنا لنا نجم مين النهاردة. اعتقد ان هي قالت لنا شيكابالا. نسمع الأستاذ دعاء وبعدين نكمل مع بعض. على فكرة في كلام كتير قوي في الزمالك النهاردة، كلام مهم جدا جدا. في أحداث صادمة في الزمالك اليوم وغدا وبعد غد وأيام وهنعشى. خلينا نسمع الأستاذ دعاء وبعدين أحكي لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أخي الجريء وكل إخواتي في قناة الجريء وأسرتي طبعا اللي أنا بعتز بيهم. حكاية نجم، حكاية نجم وحكايتنا النهاردة جميلة. حكايتنا النهاردة من أسوان، من النوبة، النوبة الجميلة اللي أهلها بيتميزوا بالطيبة الجميلة والأصالة وكل حاجة حلوة. حكايتنا تحديدا بدأت يوم 5 مارس 1986، وتحديدا من يعني من محافظة أسوان طبعا، يعني من قرية العناني التابعة لمحافظة أسوان، شهدت مولد هذا النجم.
طبعا هذا النجم هو الأسطورة، هو الساحر، هو المعشوق، هو كل ما تحمله الكلمة من معنى في الحب، صاحب الأخلاق الرفيعة، الزملكاوي أبا عن جدا عن كل حاجة حلوة. شهدت مولد نجمنا النهاردة وهو محمود عبد الرازق حسن فضل الله شيكابالا. شيكابالا هو مواليد قرية العناني التابعة طبعا لمحافظة أسوان. شيكابالا زملكاوي من الصغر، يعني كان يلعب في نادي أسوان، ولقب شيكابالا ده اللي يعني عايز يعرف لقب شيكابالا ده أصلا ما كانش ملقب بيه شيكابالا محمود، لا كان ملقب بيه الأخ الأكبر اللي هو عبد الباسط من قبل الكابتن أو الدكتور عمر عبد الجابر، هو اللي كان يلقبه بيه ليه عبد الباسط أخو شيكابالا، تيمونا طبعا بالنجم الزمبي. شيكابالا طبعا كانت أسرته أسرة كروية زملكاوية جميلة جدا، وكان يريد يعني عم عبد الرازق إن شيكابالا يكون في الزمالك، ومش هو بس، وإخواته وجيرانه وكل الناس اللي كانت في قريته. وفعلا مدرسة الموهوبين اكتشفت شيكابالا وأخدته من نادي أسوان، يعني على الرغم من إن الناس هناك في نادي أسوان ما كانوا سعوديين خالص، ولكن طبعا إصرار عم عبد الرازق على إن شيكابالا يكون موجود في نادي الزمالك. شيكابالا ذهب إلى نادي الزمالك طبعا، وطبعا تربى وتربى طبعا في الناشئ، يعني تربى في ناشئي نادي الزمالك، ومش عايزه اقول لكم ان هو كان فعلا بينام في المدرجات على المدرجات. انا افتكر والله، يعني انا افتكر لان كان يعني كان شيكابالا مش يعني زملكاوي مخلص مخلص، كان بينام في المدرجات يا جماعه، والله ده كلام حقيقي جدا. المهم ترعرع شيكابالا الى طبعا فرق الناشئين الى ان يعني لم يكمل عامه السادس عشر وشارك في الفريق الاول، وكان اول ظهور له في مباراة غزل المحلة في كاس مصر باحراز هدف جميل. لم يبلغ او لم يكمل عامين للعب مع الزمالك الى ان جاءت فترة الاحتراف، وتحديدا حينما كان عمره 18 سنة، يعني اراد نادي بوك اليوناني ان يعني يخرجه طبعا لمرحلة الاحتراف، وفعلا قضى حياته هناك في نادي بوك طبعا، وقضى حياته هناك، قعد سنتين هناك، لعب 27 مباراة، أحرز 4 أهداف، طبعا أحرز 4 أهداف. يعني قبل ما يمشي من الزمالك ويروح بوك، هو طبعا أحرز بطولات مع الزمالك، يعني أحرز دوري العام 2002، كأس السوبر، كأس بطولة السوبر الأفريقي، البطولة العربية، يعني أحرز يعني أحرز مع الزمالك 4 بطولات قبل ما يمشي في العامين دول. طبعا قعد سنتين في بوك الى ان يعني اراد ان هو ينزل اجازة، والى ان التجنيد عايزه، وكان ممكن شيكابالا يلعب في نادي طلائع الجيش، وكمان كان ممكن يلعب في الاهلي، الى ان اصر يعني ان هو يلعب في نادي الزمالك ويرجع تاني. الكلام ده في 2006 2007. كان شيكابالا يعني في نفس الموسم ده احرز 3 اهداف مع الزمالك، اولها هدف في طنطا، هدف في طنطا في سنه 2007 في مرمى طنطا، وتحديدا يوم 8 ابريل 2007. شيكابالا طبعا يعني انا عايزه اقول لكم بيحب الكوره جدا جدا جدا، زملكاوي جدا جدا جدا، اخلاقه عاليه جدا جدا، بني ادم طيب جدا جدا، مش عايزه اقول اللقب التاني بس هقوله، حارق الاهلاويه جدا جدا. شيكابالا استمر طبعا لعبه مع الزمالك، وعلى فكره في موسم 2007 برضو حط جون في الاهلي لما الاهلي كسبنا 4-3، افتكروا هذه المباراة. طيب الاهداف الجميلة جدا بقى لشيكابالا،
كان في مرمى اتحاد الشرطة يوم يوم 20/12/2008 احرز هدف جميل جدا في مرمى الشرطة. اما اول هاتريك احرزه شيكابالا مع الزمالك فكان على حساب الاتحاد السكندري، كان الكلام ده في 2010، كان تحديدا يوم 2/12/2010 احرز هاتريك مع الزمالك امام الاتحاد السكندري. اما 2011 فحدث ولا حرج، 2011 كان موسم الاجمل لشيكا، فطبعا حصل على لقب هداف الدوري، حصل على احسن لاعب عربي من قبل مجله الهداف الليبيه، احرز على القاب كتير جدا. لم انسى ان يوم 3/11/2011 انا كنت في المباراه اللي بحكي لكم عليها دي، احنا كنا في مباراه الزمالك وسموحه، لما كنا يعني مع كان حسن شحاته بيدربنا وشيكابالا احرز هدف في الدقيقه 95 تقريبا او 95 من يعني كوره ثابته، كان هدف جميل جدا، واليوم ده انا كنت في هذه المباراه حضراها. شيكابالا طبعا زي ما انتم عارفين ما زال يعطي ويعطي كمان، واحرز مع الزمالك برضه العديد من البطولات الاخرى، اخرها طبعا الدوري سنه 2020، طبعا كان في فبراير الابيض سنة 2020 برضو برضو تم حصوله مع الزمالك على بطولات برضو الافريقية. على فكرة شيكابالا اول هدف افريقي احرزه كان في مرمى انتر كلوب. اما بالنسبة على المستوى الدولي قبل ما اختم يعني فحدث ولا حرج، فهو بدا يعني مسيره المنتخبات بالنسبه للمنتخبات الاولمبيه يعني ومنتخبات الناشئين، فطبعا هو يعني بدا مسيرته الدوليه مبكرا جدا، ان كانت موهبه فازه طبعا وما زالت موهبه فازه. شيكابالا اللي حرقهم، شيكابالا اللي مدوخهم السبع دخات، بيتعرض لضغوط نفسية جدا جدا. هل هو بيتعرض لهذه الضغوط لأن هو زملكاوي أصيل؟ طبعا أنا سيبالكم الإجابة دي، هو أي حد زملكاوي أصيل يتعرض للضغوطات دي؟ أنا سيبالكم الإجابة دي في الموضوع ده، أكيد أنتوا هتقولوا لي. طيب شيكابالا بقى حياته الشخصية، شيكابالا متزوج طبعا ولديه طفل، ربنا يا رب يخليه له، آدم، وبرضه زملكاوي. واقول لكم على حاجه تاني، ادم زي ابوه اشول يشد شماله، شيكابالا احسن واجمل ما انجبت الملاعب المصريه، شيكابالا شيكا مهاره، شيكا حلاوه، شيكا يعني عفوا شيكا كل حاجه حلوه، شيكا صاحب الاخلاق الرفيعه، شيكا الاسطوره، وهذا اللقب يستحقه طبعا شيكابالا، شيكا الأسطورة. ده حكايته ما بتخلص، لو أنا فضلت أتكلم كلامي مش هيخلص عنه، لكن أقول لك يا ابني أنت صاحب أخلاق رفيعة، وأنت صاحب يعني مش عايزة أقول لك يعني مش عايزة أقول لك بجد كلمة، أنا يعني من كترها من كتر ما أنا عايزة أقولها أنا مش عارفة أقول لك إيه صراحة يا شيكا، ولكن خليك على 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 مبدأك، سير على بركة الله، لأن هقول لك حاجة، الله فوق الجميع، والكلمة دي أنا حابب أختم بيها، شكرا يا شيكابالا، شكرا يا أحلى ما أنجبت الملاعب المصرية من أصالة وطيبة وحب النادي الزمالك، شكرا يا أعظم لاعب زملكاوي مخلص على وجه الأرض. شكرا اخي الجديد، انا كنت معاه طبعا يعني انا اسفه ان انا طولت عليكم، اتمنى ان انتوا تكونوا طبعا يعني ان انا اكون عطيت شيكابالا حقه لان حقه بيخلص. شكرا، تصبحوا على الف خير، اتمنى لكم يا رب سهره سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا الغاليه المحترمه الغاليه على كل القلوب الاستاذه دعاء زموره، كفيتي وفيتي في المعلومات الجميلة عن شيكابالا.